الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى ما عاد سكله حلقنا عن شغلنا يقول كرانتا وعن كسولي وإشياءنا بعد ما شغل سبحانه إسماعيل هارين وكم يدا وما أكتب بكسا طبعا كتب عدنا سعالية كمان كإلا الله باقني الله بكشا سولي وين أشياءها الحمد لله ما رضي الله سبحانه وتعالى ولما ملك يعني مركع سوين تاعي الكريب تاعي بندومي إن شاء الله تعالى مدنا وحن نجيب شعرينا الشيخي يسبون نبطل ونسول قاري إن شاء الله تعالى مدنا وحن سبحانه وتعالى يا شيخ الحمد لله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد غير في اللند صومالي ده وحاب الشارع شيخي إن إنه اللو يميد مصطفح حاج إسماعيل الحمد لله إلهي بقومها السن كفايليسي وعن تمركو إن تروح حاضرتان تروح كعملتان دروس تلقيت فعليشته من جهات كعلومات وعيبين أيام أيام بباقينا أدبت